بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقوله لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ليلة عيد الغطاس المجيد، ويعطينا أذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع كلمته المقدسة التي يرسلها لنا الروح القدس، فتكون سبب بركة وسبب خلاص لحياتنا، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. كل سنة وأنتم طيبين أيها الأحباء. تحتفل كنيستنا بهذا العيد، عيد السيد الكبير، عيد الغطاس المجيد، ولعله يقع بين عيدين كبيرين: عيد الميلاد المجيد وهو عيد القيامة المجيد، والثلاثة أعياد الوحيدين اللي هم بتقام فيها القداسات الليلية. مجرد تأمل بسيط في هذا اليوم، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن محتاجين باستمرار أن احنا في عيد الغطاس، وكلنا نعلم أنه تذكار لمعمودية السيد المسيح. ولما أقول كلمة تذكار، مش معناها ذكرى وعدت، ولكن هي تذكر أن السيد المسيح اعتمد في هذا اليوم وأسس لنا سر المعمودية، اللي هو أول الأسرار اللي بدونه لا يوجد دخول إلى ملكوت الله، كما قال السيد المسيح له المجد: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. لو حبينا أن احنا نعرف أسماء هذا العيد، مجرد له ثلاثة أسماء: عيد السيوفانيا، وزي ما سمعنا في السنكسار أي عيد الظهور الإلهي، الآب من السماء ينادي: هذا هو ابن الحبيب، الابن في نهر الأردن، الروح القدس حال عليه مثل حمامة. والتسمية الثانية يسموه عيد الأنوار أو عيد الاستنارة الروحية، وده اللي بنشوفه في يوم معمودية، سواء طفل أو سواء إنسان كبير، بيجي الإنسان المعمد إذا كان كبير في آخر القداس بعد التناول، وبيتم دورة المعمودية اللي هي إشارة إلى دورة القيامة، أن هذا الإنسان قام مع المسيح في هذا اليوم من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. وعشان كده الأم أو الإشبين أو الإنسان الكبير بيفضل ماسك شمعة طوال دورة زفة المعمودية. وشرحت قبل كده في أحد الاجتماعات أن هذه الشمعة لها تاريخ في المسيحية الأولى، ليست هو مجال كلامنا اليوم، ولكن ما أريد أن أركز عليه هو النور، الاستنارة. العيد الثالث أو التسمية الثالثة هي عيد الغطاس، أي العماد ومعموديتنا بالتخطيص. هناك مثل لا أريد أن أشبه ولا أستخدم هذه الأمثال، إنما في مثل يقول لك: فتح عينك، وبلاش أقول الباقي، لكن أنا حقول فتح عينك في معموديتك، في يوم معموديتك، وتذكر أن هذا اليوم في حاجات كثيرة انفتحت أعيننا عليها، حتى وإن كنا أطفال لم ندرك بعد هذه الاستنارة، ولكن لما كبرنا محتاجين أن احنا نذكر أنفسنا أفتح عيني على إيه. تعالوا نشوف مثل معلمنا بولس الرسول في سفر أعمال الرسل أصحاح 9 وعدد 18، يقول: فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد. زي مثل الإنسان المولود أعمى، ذهب واغتسل وعاد بصيرا، ليست مجرد بصيرة جسدية، ولكن كانت أيضا بصيرة إيمانية، بصيرة روحية، بدليل أنه اعترف وآمن بالسيد المسيح حتى قبل أن يراه.
آمن ثم عرف من هو فآمن وسجد له مرة أخرى. لكن عايز أحط هذا المثال كمعلمنا بولس الرسول. ماذا كانت حالة معلمنا بولس الرسول؟ كان إنسان مجدفا، وده مش إحنا اللي بنقول عليه هذه الصفات، هو اللي قال عن نفسه هذه الكلمات: كنت مجدفا، كنت مضطهدا لكنيسة الله، كنت مفتريا، كنت متقدما، كنت فريسيا، وكنت متدينا. حالة معلمنا بولس الرسول قبل أن يكشف له الله حياته الجديدة. يعترف بكل هذا الأمر، وعشان يقول بعد كده في أشياء أخرى يتكلم عنها في معلمنا في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى، ويتكلم عن حاجات كثيرة عملها من بعد المعمودية، من بعد الدعوة الإلهية. إحنا كل واحد مننا محتاج إنه يفتح عينه، قل له يا رب افتح عيني لأرى حقيقتي، حقيقتي في الأول. في أحد ملائكة الكنائس السبعة يقول له كده: لأنك تقول أنك أنت غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى وعريان. كورنثوس الأولى 3:18: لا يخدعن أحدا نفسه. اوعى الشيطان يخدعك، أو اوعى تخدع نفسك. قل له يا رب باستمرار افتح عيني لأرى حقيقتي. أحد الآباء قال هذه العبارة: من يبصر خطاياه أفضل ممن يرى مناظر روحية. كل ما الإنسان يسمع عن رؤى، كل ما الإنسان يسمع عن أحلام روحية، كل ما الإنسان يسمع عن معجزات أو يقرأ عن معجزات، يقول أنا نفسي أعمل كده، وأنا نفسي أشوف الحاجات دي كلها. ومن يبصر خطاياه أفضل من كل هذه الأمور. ليه؟ لأنه يرى حقيقة نفسه. الكلمة الثانية: افتح عيني يا ربي لأرى حقيقتك أنت، من هو المسيح بالنسبة لي. قال عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. بل ودعانا أن نكون نحن أيضا نور العالم. مين الذي يتبعه؟ خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. افتح عيني لأرى حقيقتك يا رب، أنك أنت هو الرب إلهي الممسك بيميني، القائل لي لا تخف، أنا أعينك، وأنت سائر في برية هذا العالم، فلا أخاف شرا لأن عصاك وعكازك هما إيه؟ يقودانني ويعزيانني. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. الإنسان لما يكون يحمينا ربنا أعمى يا أحبائي، أو عنده مرض في عينه، أو لا يستطيع أن يرى، بتخيل إن هو يلوم ويلقي كل اللوم في حياته على السيد المسيح، لأنه لم يعرف بعد من هو المسيح بالنسبة لي. هو نور العالم، هو الماسك بإيديك، هو الذي لا يمكن أن ينسى حتى وإن نسيت الأم رضيعها. الكلمة الثالثة: افتح عيني يا رب لأرى الحقيقة. في الأول حقيقتي، وهنا الحقيقة. حقيقة بتاعت إيه؟ إنك ممكن تقبلني، إنك ممكن ترجعني مرة تانية، إني بمعموديتي أعطيتني طبيعة جديدة، بس بخطيتي أفسدت هذه الطبيعة مرة أخرى، رجعت إلى حالة الجوع مرة أخرى، رجعت إلى إني أنا أفتش على الخرنوب الذي تأكله الخنازير، ولكن لم أدرك بعد أنك
تعيد لي الحلة الأولى. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. اكشف عن عيني لأرى الحقيقة اللي أنا عايش بها في العالم. إيه هي يا رب؟ أنه باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح، وليس منفعة. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ يعني ما فيش داعي نشتغل، ما فيش داعي نتعب، ما فيش داعي نجاهد، ما فيش داعي، ما فيش فائدة من الحاجات دي كلها. لا، الذي ينظر إلى كل هذه الأمور وتكون هو هدف حياته، بل ويكون هو قلب الإنسان متجه إلى هذه الأمور، حينئذ يسمع هذا الصوت القائل له: حيث يكون كنزك هناك يكون إيه؟ هناك يكون قلبك. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس ويفسد، لكن اكنزوا لكم إيه؟ كنزا في السماوات، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. باطل الأباطيل، لأن سليمان الحكيم اختبر هذا الأمر بعد ما كان عايش بالحكمة الإلهية، حب إن هو يشوف ويعيش بالحكمة الإنسانية. وماذا اكتشف؟ كل ما اشتهته عيناي لم أمسك يدي عنهما، ولكن طلع لينا بهذه العبارة المشهورة: باطل الأباطيل، الكل باطل، ماذا ينفع الإنسان؟ لا منفعة تحت الريح. أخيرا، افتح عيني يا رب لأرى حاجتين: عنايتك بي وأبديتي. عنايتك أنت الذي قلت يا ربي، أو كشفت لجيحزي، أن الذين معنا أكثر من الذين علينا. فاكرين القصة دي يا أحبائي، بتاعة أليشع النبي. أليشع النبي لما تعرض جيحزي جاء قال له: الحق يا سيدي، أن الذين علينا كثيرين. قال له: اكشف يا رب عن عيني الغلام. صلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا مركبات نار حول أليشع. افتح عيني يا رب لأرى عنايتك بي. أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. حتى في الضيقات، حتى في التجارب، اكشف يا رب عن عيني لأرى عنايتك، أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، الذين هم مدعوون حسب قصده. وأخيرا يا أحبائي، افتح عيني يا رب لأرى أعدائي، حتى لا يطمع في الشيطان، ولكن أريد أن أمشي إلى الأبدية. كثيرا ما أخذنا العالم يا أحبائي ونسينا أبديتنا. اصعد إلى هنا فأريك لابد أن يصير بعد هذا. اكشف يا رب عن عيني، اكشف عن عيني لأرى مكاني الذي أعددته لي. أنت قلت يا ربي: الله لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. اكشف عن عيني لأرى قولك القائل: أنا أسهب لأعد لكم مكان، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. الله يا أحبائي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كيف أستستمر نور معموديتي؟ كيف تستمر حياتي؟ كيف تنفتح عيناي؟ أول حاجة بالصلاة، باستمرار صلي. فلما سمع أنه يسوع الناصري، ده مين دي؟ ده الإنسان بتاع أعمى أريحة. ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. وإنت أصرخ وقل له: افتح عيني يا رب لكي ما ترى هذه الأبدية. تنفتح أعيننا باستمرار بكلمة الله، فيقول في سفر الرؤيا: كحل عينيك بكحل لكي تبصر. لماذا أهملنا كلمة الله يا أحبائي؟ لماذا تركنا كلمة الله وسرنا وراء كلام العالم وكلام الشيطان وكلام الناس وكل ما هو في العالم وأخبار العالم وكل وما يلذ للإنسان أن يسمعه من العالم؟
فقط ترك الإنسان كلمة الله. كحل عينيك بكحل لكي تبصر. كيف تنفتح عيناي من خلال التلمذة لأب اعترافي؟ كثيرون تركوا الاعتراف، كثيرون تركوا حياة التلمذة يا أحبائي، كثيرون ضاعوا بدون مرشد في حياتهم. افتح عينيه فيبصر، ففتح الرب عيني الغلام. أخيرا تنفتح عيناي بالتوبة المستمرة، فيقول طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. ثلاث كلمات أقولها كما كان يصليها قديسنا العظيم الأنبا أبراهام باستمرار: اسندني يا رب فأخلص، اشفيني يا رب فأشفى، توبني يا رب فأتوب. ليتنا اليوم يا أحبائي في تذكار معمودية كل واحد مننا اليوم في عيد الغطاس المجيد، في اليوم الذي فيه انفتحت لي السماوات، في اليوم الذي في يوم معموديتي الذي سمعت هذا هو ابني. وكل إنسان سمع هذه الكلمة اليوم أقول له: اسندني يا رب فأخلص، اشفيني يا رب فأشفى، توبني يا رب فأتوب. لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.